ينطلق منتدى مسك العالمي في دورته الرابعة ليناقش مستقبل العمل، وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي وقيادات كبرى من مختلف دول العالم تحت عنوان إعادة صياغة العمل. كأس العالم ريادة الأعمال هي مبادرة من مؤسسة مسك تعني بدعم الشباب، فإن الكل يتحفز ويكون بإمكانه أن يطلق مشاريعه ويطلق أفكاره. ومثل ما شفت نفذنا طوال السنة برنامج دعم أكثر من 100,000 رائد ورائدة أعمال من حوالين العالم ومن السعودية. من خلال برنامج طوال السنة اخترنا أفضل 100 منهم لتقديم مشاريع أفضل الخبراء والمستثمرين من ناحية من العالم، مثل ما أنتم شايفين هنا في مختلف الكورنرز. وبإذن الله خلال 3 أيام راح نختار الأفضل منهم ونحتفل فيهم إن شاء الله، ونشوفهم يعني سفراء للمسك وللسعودية حوالين العالم. الحمد لله احنا مشاركين في مسابقة كأس العالم ريادة الأعمال، تأهلنا الحمد لله للنهائي، استفدنا جدا من البرنامج، من التنظيم، من الدورات، من المشاركين، المنتورز، الموجهين. كانت تجربة جدا رائعة والحمد لله، ونتمنى إن شاء الله أن نستمر للنهائي ونأخذ الجائزة. الطلاق وشبح الطلاق وحوار نفسي اجتماعي مع الدكتور طارق الحبيب بعد هذا الفاصل.